كله بنات كاسيات عاريات. أعزائي المشاهدين، هل أنتم جاهزين لفيديو جديد من الفن؟ لو اتوقع الاغلبيه فيكم صار يعرفوا سلسله ميمز الحسنات ويعرفوا هي ايش تمثل. بيسكلي اتابع ميمز، اذا ضحكت اتصدق ب 50 ريال. سيقول لك الضحك بدون سبب قله ادب؟ لا حبيبي، احنا هنا نغير هذا المفهوم. ماشي، ضحكني تكسب حسنات، ماشي، ما هو قله ادب. لا انيهاو يا جماعه الخير، المشاركات هذه المره راح اخذها من سيرفري في ديسكورد. عدد الاعضاء عندي وصل 3000 عضو. طبعا فكره سيرفر ديسكورد انه مش بس سيرفر نتواصل فيه، لا، سيرفر هذا هو مجتمع القناه، خلينا نقول. سو من هنا انا بحصل مشاركاتكم، اي احد عنده موهبه او شيء معين ممكن يشارك في السيرفر. لو عندك مهارات معينه، تعرف تسوي اديتنج، تعرف تسوي تصميم، تعرف تسوي مدري ايه، تشتغل على ادوبي بريمير، فوتوشوب، البرامج هذه، تقدر تشارك في السيرفر وتقدر تترشح وتصير عضو مشارك، يعني من ضمن فريق القناه، خلينا نقول. سو رابط السيرفر راح يكون تحت. انا حاليا قاعد ادور اديتر يشتغل معايا مونتاج القناه، فاذا عندك المهارات اللازمه تقدر تدخل على السيرفر وتسوي طلب وان شاء الله تترشح تصير تشتغل معايا. اعطيك فلوس ما عليك. Anyhow، في سيرفر في ديسكورد في روم اسمه ميمز الحسنات، برضو تقدر تدخل وتشارك في الرومز اللي موجوده في السيرفر، على اساس والله مشاركتك ممكن تطلع في الفيديو الجاي. احس طولنا شويه في المقدمه. عموما لايك على الفيديو قبل لا نبدا، اشتراك في القناه اذا ما كنا مشتركين، ندخل جيش محاربي الطفش. تعرفوا دائما احنا ايش مفروض نسوي؟ 1 2 3 ما شاء الله على المشاركات اللي عندنا يا شباب، احب تفاعلكم ومشاركاتكم معايا والله العظيم. لا يا ابويا، كيف ما نحتاج المال؟ نحتاج المال ونحتاج ابوه. اذا ما نحتاج المال نحتاج وجهك، وجهك بيجدد لي هويه، وجهك بيجيب لي مثل العرق، وجهك بيزوجني. اوكي، الفيديو هذا بايخ يا جماعه الخير، ولكن في رساله خفيه. انا اكره فكره المال لا يشتري السعاده. الا حبيبي المال يشتري السعاده، يمكن الفلوس نفسها ما هي سعاده بس تجيب لك سعاده. هاو؟ اه والله لو معايا فلوس بشتري لابوي سياره مثلا، ابوي حينبسط، حيدعي لي، سو حتجيني فلوس اكثر، سو حروح اشتري لابوي سياره احسن. ماشي، ما هي زي كذا. الفلوس ممكن تكون الوسط او الوسيط اللي يوصلك لسعادة. عشان كذا راح نتصدق على هذا الميم ب 50 ريال. الله يستر، شكرا، حنطفر يا جماعه الخير. وانا رايح اخذ قرار غلط وعارف اني هندم بعدين. That's basically انا في حياتي. ايقظ الاسد الذي بداخلك. الاسد قاعد يشيش كمان. هذا الاسد حقي والله، هذا هو الاسد. عشان كذا الاسد اللي بداخلك مستحيل يوقظ، قاعد يشيش مروق، قاعد يشرب شاهي، فاهم؟ 50 ريال. شي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My brother. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. تقبل الله اللي صلى واللي ما صلى. مبريات هذول رجعوا هم نفسهم؟ لا هذول مو نفسهم. زيادك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب برو. انا واصحابي لما نتعلم كلمة جديدة بالانجليزي. ماشي. يلا 50 ريال كمان. تهديد مدرس الفنية. من جد مدرس الفنية اكثر مدرس ما له هيبة في المدرسة، مستحيل. هو وحق البدنية. ماشي، هذول الاثنين ما لهم قيمة. ولد ولد انت، هو ولد هدوء. ما تهجدوا يعني، اقسم بالله لا اصيد اللي يصفر، ورب المصحف لا اختبر. لا يا استاذ، وش بيكون الاختبار؟ لا يا استاذ، تستهينوا مادة الفنية، انتوا تحسبوا المادة سهلة. برضو تتكلم يا اقسم، كل واحد يطلع ورقة. صلع اختبار والله ما توصل. اختبار تحسب مادة الفنية. ما توصل. يلا اختبار، كل واحد يطلع ورقة. يلا كل واحد ارسم لي برتقالة. نفس الشيء مدرس البدنية برضه، يلا بعاقبكم، انزلوا العبوا كورة، فاهم؟ لا اليوم حنلعب سلة ما حنلعب كورة. واو، قصدي الحين ايش؟ الحين الصدمة، فاهم؟ تحياتي تحياتي لكل مدرسين الفنية اللي درسوني، اللي ما علموني ولا شيء الا اني ايش؟ اسوي تفاحة، وإذا مرة أروح أقطع ورق بعدين أجيب الغرة، طبعًا قبل ما أجيب الغرة أشمشمه في البداية. ماشي. مين اللي كان يشم غرة يطلع بسرعة بسرعة يطلع؟ تحط الغرة على الورقة بعدين حط الورق اللي أنت قطعته، قصدك ايش كذا ايش؟ صرت أنت بيكاسو، فاهم؟ آخ يا مدرسين الفنية، أحبكم أحبكم. إذا أبوي قال لي صور لي طلعتك أنت وأخوياك. شباب قدامكم بنت لابسة مايوه. ما شاء الله ما شاء الله. يا شباب هذا الطريق كله بنات كاسيات عاريات. الله الله، احفظ هذه كلها من كل شيء يا الله.
هذه نفس خالتي، اللهم احفظ ابنائي. وهي عيالها صايعين، ما في كافي في جده الا وراحوا. اكشلي مو في جده، في الرياض. علاش احنا في جده ما نروح كافيهات؟ خلاص بطلنا نسوي ذي الاشياء. بس تحياتي، تحياتي لمين؟ تحياتي للشباب اللي يروحوا كافيهات. قصده الحين ايش؟ قصده ان هو الحين صايع. يا عيال مالها غمزت لي. قصدك الحين ايش انك جبت راسها؟ ها غمزت لك. ضحكتها يا عيال. يا جوني ديب، يا شو اسمه هذاك؟ هذاك الكاريزما يا شيخ اللي مره وسيم، جورج كلوني. يا جورج كلوني انت يا ملك الكاريزما انت. جبت راسه ها؟ هذا المقطع يحسب مالي دخل 50 ريال زياده. كلما ضاقت فيك الدنيا تذكر انك مو هذا الشخص. انا هدى. دوبنا تكلمنا عنه. يا قرف. وهنا جوني أدرك أنه ما يعرف يصيد. مو كذا يا أخوي. يا عيال رميت لها الرقم يا عيال. شوف هذه ردة الفعل لما أنت تقول للعيال أو ضحكتها، هي تقول عنك زي كذا، تقول عنك قرف. ماشي الله يصلحكم يا عيال، مو كذا مو كذا. تنبيه من المطعم إن المطعم غير مفتوح لأنه مغلق. واو، هذه زي الميم حق دريك. شفت الميم حق دريك؟ غير مفتوح، لا مغلق. أيوة. الله يسعدك يعني صراحة، تحيات. واضح جدا، واضح الكلام. يعني انا صراحه لو ما كتبت لي انه مغلق ما كان عرفت انه غير مفتوح ابدا. شكرا على التنبيه يا مطعم، يعطيك العافيه. هالو، يعني هذاك يقول له هالو، هذه في المانيا. في امريكا هي، هذاك يقول له هالو. حلو ممتاز. في السعوديه السلام عليكم. عليكم السلام، ممتاز. يعني احيانا احنا نقول مصطلحات غير عن كذا، ولكن السلام عليكم، سلام على بركاته. هذه في مصر. تحياتي لمصر. مصر الآن يا جماعة الخير رجعت للمركز الثاني عندي في القناة بعد ما العراق تعدتها. تحياتي لكل محارب طفش عايش في مصر، أحبكم حرفيا، أحبكم. إن شاء الله هذه السنة راح أجي مصر بإذن الله. والحبايب في العراق يعني رجعت المركز الثالث، إيش هذا الكلام يعني؟ ادحي لكم شويتين ها، مصر طالعين المركز الثاني، ترى في تنافس قوي. فين فين محاربي الطفش اللي في العراق؟ أيوة أيوة والله ونعم. وش ذا؟ وش ذا؟ اي والله وش ذا؟ والله زينب العسكري ترسل تحياتها والله. هنا عندنا صورة المدرسة، بعدين فوق حاطين هذا الشبك، بعدين حاط لك السبونر، سبونر الطلاب. ينزل سكيلتنز، فاهم؟ ايش مسوين مزرعه انت ولا ايش؟ واكشلي واسمعوا هذه، هذه دارك يا عيال. التعليم يعني زي كذا فا. لا خلاص خلاص ما حكمل، ابغى اقول شيء اندم عليه بعدين. المهم. الاسر المنتجه اذا باعوا لك صحن ورق العنب ب 300 وقلت ليش غالي؟ سناب تقطع رزقي، تقطع رزقي، رزقي رزقي انقطع. من جد يا اخي الاسر المنتجه يعني، يعني معلش معلش يا شباب معلش، يعني انا عارف انه هذا الكلام انا حندم عليه بعدين، ولكن يا اخي انا ما احب فكره الاسر المنتجه. يا يجيك صاحب الاسر المنتجه ما اعرف ايش يسوي لك كذا خرميط مع بعض، خد 70 ريال. ايش 70 ريال؟ والله نحتاج دعم. لا يا شيخ انا لازم اشتري منك الشيء هذا اللي هو اصلا قيمته 10 ريال، بس اشتريه ب 70 ريال عشان ادعمك. انا قاعد تقول الله يخليك ادعمني يا اخي، طيب ما ابغى ادعمك يا اخي. معلش انا اسف يا شباب، انا عارف ان هذا الكلام قد يشرح يعني البعض، ولكن يا اخي سعره 10 ريال يا اخي. سوي لي جوده، سوي لي منتج، اثبت لي انك تستحق الدعم، وانا من عندي راح ادعمك. لكن تيجي تبيعني شيء ب 70 ريال وهو ما يسوى ولا شيء، وتقول لي لا والله انا فك البزنس بس عشان تدعمني. يا اخي ما بدعمك انا كمستخدم نهائي للمنتج، يهمني اني اخذه بجوده كويسه وبسعر معقول، ما يهمني ادعم ولا ما ادعم. يا واد يعني اتمنى هذه الثقافه تنتشر يا جماعه الخير، فكره انه المفروض ما ندعم الا شيء يستحق الدعم فعليا. والله عبد الله دحين حياخذ المقطع هذا يقول عبد الله جميل يتنمر على الاسر المنتجه. امزح امزح، ما تنمر يا جماعه الخير، لكن هذا الواقع. أسر منتج إيش هذا؟ تكون قاعد في أمان الله. أخوي الصغير قبضة الأفعى الملتهبة. هذا الموقف لازم تمر فيه، بالذات لما تروح ماكدونالدز. شفت لما تروح ماكدونالدز تتكي قاعد تاكل في أمان الله، فجأة تسمع البزورة قاعدين يلعبوا هناك. قبضة الأفعى الملتهبة.
الله يسامح سبيستون يا شيخ. هي اللي كذا عبت أحلام البزورة خلتهم كذا يحسوا إنهم أبطال خارقين. لما تيجي تطالع البزورة كائنات يا أخي مسكينة يا أخي، لا أحلام ولا طموحات ولا أفكار، بس أهم شيء ناكل ننام ننبسط نلعب بلاي ستيشن أحيانا. حياتي لكل البزورة والله العظيم. آخ يا عبد الله صرت شايب. آه يا شيخ الحياة زمان كانت حلوة، الحين مسؤوليات وشغل ودراسة. أنا شو بأمي أنا قمت أفضفض يا جماعة الخير. سنجد من جد وحشتني الأيام اللي كنت فيها بزر والله العظيم. أشرب شاي كمان والله إني شايب من جد. هنا عندنا الصورة. يا أخي هذه بايخة يا أخي بس الضحك. سو عندنا بط ماشي، البط مع عياله، هذا بطوط اتوقع دونالد دك. اني هاو قاعدين ياكلوا دجاج. سايقينها انتو. بالله كيف تتوقعوا ان البزور هذول يكبروا ويصيروا مبدعين ويصيروا نوابغ، وهذه كانت الطفولة، هذه المعلومات اللي كنا نتعرض لها واحنا صغار، كيف كذا؟ ما في منطق في الموضوع. مستحيل جواد مستحيل. يوم وصلنا دحين يا جماعة الخير انا ضيعت العداد. اديتر حط العداد بالله، باي ذا واي ما ادري اذا راح احطه ولا لا، بس الاديتر يكلمني في التعليقات ماشي. اذا مريت جنبه تزيد سرعتك. هذا لما تكون تستهلك جيمينج مرة كثير. مستحيل تفهم الفاشن، مستحيل تفهم الفاشن يا. بيني وبينك يعني يا اخوي يعني انا بقدر فكرة انك انت فاشنبل تبغى تلبس لباس عصري، لكن ايش هذا مالي. داخل اوضة امي بالصدفة لقيتها بتعد فلوس. امي دي فلوس ناس. وفعلا هذا الموقف يصير، امي فجأة صار معها فلوس. لا هذه فلوس الناس ما هي حقتنا. زيت المطاعم الوسخ، الله البطاطس ذهبية ومقرمشة. زيت امي النظيف. فعلا هذا الكلام يعني no offense للأمهات، ولكن البطاطس حقت الشارع دائما ألذ، دائما أحلى، دائما أحسن. معلش أمهات لازم تتقبلوا هذه الحقيقة، البطاطس قيمتها فإنها تكون من برا، قيمتها فإنها تكون ملوثة. البطاطس أحلى لما تطلع تأكلها برا البيت. تأكل بطاطس في البيت؟ لا، الفكرة مش إن نطلع نأكل بطاطس، الفكرة فإننا نأكلها برا البيت، هي كذا أصلا. مستحيل يا واد مستحيل. هاي ما شاء الله حس صالح هذا العبود. الهلل اللي زيد وكذا وميتها إن شاء الله نبيج معها، إذا امتلت تصدق بها على الفقراء والمحتاجين. صح يا عبود؟ لا أشيل بها همبرجر. همبرجر؟ بعد تصدق. يقولك ما زال الخير موجود في الأمة. هذا أنا وأنا صغير، أنا وأنا صغير زي كذا أجمع فلوس الفسحة عشان أشتري بطاطس نهاية الشهر، نهاية الشهر نهاية الأسبوع حتى. هنا عندنا برادة موية بسمع اللي جينها فوق كاتب لك سبيل لمن استطلع إليه سبيلا. والله ما ادري نضحك على شيء زي كذا ولا ما نضحك، ولكن يعني الله يكثر خيرك يعني صراحه اللي سويت السبيل هذا، الله يجزاك خير يعني. هنا عندنا جهه اضافه في سناب شات، المهم تشوف الايموجي كذا ما شاء الله بنت جميله متالقه، الاسم مدرس العلوم السوداني. بعدين في جهات الاتصال فاهم يعني مديك تضيفه، يعني متاكد الرقم هذا رقمه ولا رقم انا يوم كان عمري 3 سنوات ما ابغى اكل، امي جات الطيارة أنا يا الله. يا أمهات الله يهديكم يصلحكم، شوفوا من الطفولة وأنتوا تستغلونا وتكذبوا علينا، بعدين تقول إيه الله يبعد عنك عيال الحرام. لا ما في، الناس حيستغلوني حيلعبوا علي طبيعي، من طفولتي وأنت تلعبي علي أصلا، تتوقع الناس ما حيلعبوا علي إلا. عشان كذا يا أبهات ويا أمهات لا تلعبوا على عيالكم، حركة الطيارة هذه لا تسووها. بلا بعدين تقول حركة الطيارة، إيه جات الطيارة، وبعدين إيه لو واحد أعطاك حلاوة قول له لا. طيب لو قال لي حلاوة وطيارة بنفس الوقت أنا إيش أسوي؟ نيوتن بالتفاحة، راح كتب نظريات وعلم ومدري ايه، انا بالتفاحة اشوف الليبر اللي عليها هذا الستيكر اخذه احطه في جبهتي.
واكشلي يعني الشيء اللي ضحك زياده عنه حتى امي كانت تسوي لي اياها وانا صغير. تعال خذ الاستيكر جبهتك. يلا روح عند اخوانك. يا ربي. انا عارف ان التربيه هي المشكله. شوف من الطفوله واحنا ما نعرف نستعمل التفاحه مظبوط. عارف ان المشكله في التربيه يا جماعه الخير منذ الصغر. المشكله في التربيه كيف تخدع قرد. يا بايخ ما في ما حاعطيك حسنات عليها. قصدك ايش؟ انا القرد. ها انا القرد. حلو حلو هذا. هنا عندنا حلا يا جماعة الخير. يقول لك حلا يذكرك بالآخرة. واكشلي تعرفوا ايش ممكن يكون شيء كذا مرة كريبي؟ لو اخذت الحلا هذا واعطيت الواحد عنده سكر. اللي امسك اخر حلا تاكله في حياتك طالع في قبور في الحلا. مستحيل يا وان. مستحيل. المهم يا جماعة الخير الله يعطيكم العافية على كل المشاركات اللي قاعدة توصل. مرة ثانية اذكركم سيرفر في ديسكورد الرابط حقه موجود تحت. تعال وشارك في الفيديو الجاي اللي راح يكون ان شاء الله ميمز افلام كرتون. في هذا الروم شوفوا هنا مكتوب ميمز افلام كرتون. تدخل عليه طبعا وتحط مشاركاتك اللي ممكن يعني نستعرضها في الفيديو الجاي. الله يعطيكم العافية. شكرا لكم لدعمكم ولمحبتكم دائما. جيش محاربي الطفش افضل جيش في اليوتيوب. لايك على هذا الفيديو طبعا. اشتراك في القناه اذا ما كنتم مشتركين. ما تتابعوني على حساباتي في السوشيال ميديا احط لكم اياها في الديسكربشن. حاليا انا قاعد اسوي تغطيات لموسم جده يا جماعه الخير. فتابعوني على انستغرام وسناب شات. قاعد اسوي تغطيه للفعاليات اللي موجوده في الموسم. حساباتي تحت ماشي. يلا انبسطوا بالمحتوى الموجود على باقي المنصات. هذا محتوى ثاني طبعا مش نفس يوتيوب. يعطيكم العافيه. اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو الجاي. ميمز افلام كرتون. سلام عليكم.